هذه هي المرحلة الأخيرة من مشروع الطريق الحولي في وسط، والذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية من دون المرور بالكوت مركز المدينة. مديرية طرق وجسور وسط قالت إن الجسر سيدخل الخدمة قبل نهاية العام الحالي. يتم التهيئة الآن للطبقات الإكساء للإسفلت للمقتربات والجسر، وكذلك بأعمال التأثيث، وإن شاء الله يعني يدخل الخدمة هذا العام بعونه تعالى. تأخر إنجاز الطريق الحولي في السنين القليلة الماضية ساهم في تهالك الطرق المركزية داخل الكوت بسبب سيارات الحمل الكبيرة القادمة من شمال البلاد إلى جنوبه. اليوم احنا كأبناء مدينة الكوت نطالب من الحكومة المحلية ومجلس محافظة واسط وأعضاء اللجان الخدمية، رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة واسط، بالضغط على الحكومة المركزية والوزارة لإكمال مشروع الحولي. طريق الحولي اليوم يعتبر مهم لمدينة الكوت، يربط الشمال بالجنوب، وكذلك طريق كوت ميسان. سعر صرف الدولار كان واحدا من أهم الأسباب التي ساهمت في تأخر الإنجاز بحسب القائمين عليه. المشروع بدأ العمل به قبل 10 سنوات، لكن التلكؤ والتجاوز على مسار الطريق وكذلك المجسر بالإضافة إلى مشاكل فنية أخرت إنجاز هذا المشروع المهم للمحافظة. من واسط، حمزة الأسدي، UTV. تعاني قرى ناحية الكرامة جنوبية المثنى من تهالك أعمدة وأسلاك شبكة الطاقة الكهربائية، ما يشكل تهديدا لحياتهم. أعمدة مائلة وأسلاك متدلية، فضلا عن مرورها ببساتين سببت لها أكثر من مرة حرائق بسبب التماس الكهربائي. اضطر الأهالي إلى قص هذا العمود المتهالك وتثبيته من جديد في إحدى قرى منطقة البيضة لضمان استمرار وصول التيار الكهربائي إلى منازلهم، إذ تعاني المنطقة من سوء خطوط شبكة الكهرباء وقدمها، فضلا عن مرورها وسط بساتينهم مشكلة خطرا على حياتهم. هاي الأسلكة احنا طبعا اشتريناها على حسابنا خاص، احنا من الجملة اشتريناها، عندنا ذاك ذلش العمدان تعبانات كلش، الله شاهد، واكثر من مره وقعن خوش، وهذا قصينا ولحمنا شلون ما كان وحطينا، شوفوا هذا الله شاهد قصينا احنا من جوبنا الخاص وسويناه، جابوا لنا المحوله بس خلوها وراحوا ما نسوها، طبعا ما وصلوا لنا الكهرباء. يقول الاهالي ان ضعف شبكات نقل الكهرباء تسبب في تعطل الاجهزه المنزليه، فضلا عن حرائق البساتين نتيجه التماس الكهربائي خصوصا في مواسم الصيف، ما يدفعهم الى المطالبه بتحسينها وتجديدها. يعني الكهرباء تعبانه، نهائيا تعبانه، بالنسبه للمكيف ما يشتغل عندنا، ثلاجه كل ساعه خربانه من وراء الاسلاك التعبانه هذه، كهرباء ضعيفه يعني خاصه بدنا ايام الصيف، يعني اي تريلا تيجي تقطع الاسلاك سبب لنا حريق، وسبب لنا حريق بالاجهزه. وفي قرى أخرى يضطر الأهالي إلى إسناد أعمدة الكهرباء خشية سقوطها، فالأعمدة تجاوزت عمرها الافتراضي إذ نصبت قبل 40 عاما، وأنها مع كل عاصفة أمطار تخرج عن الخدمة. هذا العمود يوقع وهسه مثل ما موضح ساندينا بدرج، والشبكة من الثمانينات عمرها أكثر من 40 سنة ومتائلة للسقوط، وأي عواصف أو أمطار تسقط الأعمدة ونعاني من قطع الكهرباء لمدة أسبوع أو أكثر. وتؤكد إدارة ناحية الكرامة أن شبكات نقل الكهرباء في قرى منطقة البيضة أدرجت ضمن موازنة هذا العام، وأنها ستقوم بصيانتها واستبدال القديم منها. من المثنى خليل بركات، UTV.